بهدف البحث عن سبل كفيلة تجنب الشباب مخاطر مرض الإيدز المعروف بالسيدا، جاء اجتماع نساء المراكز الصحية بالعاصمة نجمينة. الاجتماع رأسته وزيرة الصحة العامة قربتنا كارميل سوكار. ثريا محمد برما. هذه الورشة التدريبية التي استضافها بيت المرأة لمدة 3 أيام متتالية ضمت 70 امرأة من المراكز الصحية والاجتماعية بهدف تكثيف الوعي بين أوساط الشباب فيما يختص بخطورة الإصابة بمرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة التي أضحت الشغل الشاغل في كل زمان ومكان. هناك كلمة شكر قدمتها إحدى المشاركات لكل من مد يد العون في نجاح هذه الورشة، وكلمتين أخرتين شملتا المطالب والحلول. العمدة النائبة ببلدية إنجمينة أبت نفسها إلا وأن تقدم ما بجعبتها مما تعرفه عن خطورة هذا الداء اللعين. ممثل النسب بشاد أثنى على الجهود الجبارة التي بذلها رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو وحرمه المصون هند ديب إتنو للحد من تفاقم الإصابات، وقد أثنى على بقية المنظمات الصحية التي ساهمت في علاج المرض. وزيرة الصحة العامة أنغرباتينا كارميل سوكان كان لها الشرف في اختتام هذه الورشة التدريبية. نائبة رئيسة مركز دقيل شمال السيدة مل سرمات لها وجهة نظر. ندور لساء التوعية النسو للناس الياتو القاعدين في هلي والبجو لنا في سنتر، ندور لسان اللموم عشان يفهموا قدر مرتنا السيدة شغل الحوان كان كربا خلاص للنادم ده شغل الحوان مرة واحد. ومشاركة أخرى لها نفس التطلعات. تلي دالي personnel ana centre centre ana travailleur social dol ana centre de santé redynamisé dol ana centre de coûte dol le yalumum y expliquer l'homme qui kef y soile kali awin al indo maratana sida o y wul de sakar bala sida o hi al inda sida kulu be sida na da kulu kan shila dawa kan ya fa ki kef y garder jilda da vivre sans les citadins yaktula kulu ma fi. ونشير إلى أن الأطباء الكاديين والمنظمات الصحية غير الحكومية العاملة لدى البلاد قد بذلوا كل ما بوزعهم في التخفيف من الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة السيدة التي راح ضحيتها العديد من أفراد الشعب.